حول الموضوع معنا من تونس الدكتور علي العلاني الخبير في شؤون الجماعات المتشددة. دكتور علي، انطلق معك بالسؤال من فكرة وما طرحه هذا التقرير من ربما تعاون القاعدة مع داعش. هل ممكن أن تستعيد فعلا القاعدة قواتها بعد انهيار داعش، أم أن الفرص محدودة بالنظر إلى كل الخسائر التي خسرها داعش؟ يعني هناك في الحقيقة خريطة جديدة للتيارات الإرهابية مرحلة ما بعد داعش. هذه الخريطة نجد فيها نقاط ساخنة أو يعني قوية للقاعدة في بعض المناطق وضعف في مناطق أخرى. المناطق التي ما تزال القاعدة فيها قوية هي مناطق شمال إفريقيا واليمن. وبالنسبة إلى سوريا أعتقد أن المسألة مرتبطة بنهاية الحرب، حيث أن جبهة النصرة هي الخلية الرئيسية أو الكتيبة الرئيسية للقاعدة في سوريا. وأعتقد أن جبهة النصرة في سوريا لا تستطيع أن تصمد أمام آلة الحرب التي يقودها الحلفان الكبيران، وبالتالي ستكون القاعدة مبدئيا ربما بقاياها في اليمن إلى أن تنتهي حرب اليمن، ولكن ستتركز أكثر في شمال إفريقيا وفي الساحل الإفريقي وهي المناطق التقليدية للقاعدة. الجزء الثاني أو الملاحظة الثانية هي أن هناك إمكانية حسب بعض التقارير المنشورة أخيرا، إمكانية لبعض التحالفات بين القاعدة وداعش خاصة في جهة ليبيا وفي جهة الساحل الإفريقي، وقد بدأت بوكو حرام بذلك منذ زمن. طيب، لكن دكتور علي، حتى إذا كانت هناك أي ملامح لأي تعاون يمكن أن يقوم ما بين داعش وما بين القاعدة في بعض المناطق كما ذكرت، هل يمكن أن يكون ينجح هذا التعاون بالنظر إلى ما انهيار داعش إذا صح التعبير، إلى كل الخسائر التي خسرها داعش؟ أنا أعتقد أن هذا التعاون سوف يفشل. لماذا؟ لأن هناك مشكل الزعامة بين القاعدة وبين داعش، وهذا المشكل مشكل الزعامة لا يعني يمحى بسهولة، وبالتالي نحن ننتظر مستقبلا تصفيات داخلية في داخل البيت التيارات هذه الإرهابية، وهذه التصفيات الداخلية ربما سينتج عنها بعد ذلك فلول لهذه التنظيمات الإرهابية. لكن بطبيعة الحال لابد أن نتوقع أنه ربما تكون في المستقبل بعض الخلايا الإرهابية الجديدة، ولكن هذا يتوقف على حسن إدارة ملف مقاومة الإرهاب من طرف القوى الكبرى والقوى الإقليمية. طيب دكتور علي، أيضا التقارير الأخيرة، التقارير الأممية لمحت إلى أن القاعدة لا تزال صامدة بالنظر إلى كل متابعاتنا يعني عن الانهيارات في صفوف القاعدة، المشاكل فيما يخص القيادة، وكل يعني التقارير الأخيرة التي ربما أظهرت بأن القاعدة هي تنهار إذا ما كانت انهارت في وقت سابق وهي في استمرارية هذا الانهيار. أين تصمد القاعدة إذن؟ يعني القاعدة تصمد في المناطق التي لا توجد بها دولة مركزية، لهذا تحدثت عن ليبيا وعن الساحل الإفريقي. ليبيا ربما بعد أشهر بعد سنوات عندما تستقر الأمور هناك يصبح وجود القاعدة محدودا، لكن الصحراء الإفريقية هي كبيرة ومن الصعب مراقبتها. وثانيا القاعدة هي موجودة منذ زمن طويل وتكتيكاتها واستراتيجياتها تختلف عن داعش. القاعدة تنتهج سياسة حرب العصابات ولا تقوم بالمواجهة المباشرة وتقوم بالهجومات المباغتة، وبالتالي ستبقى يعني تقوم بأنشطتها ولكن ربما لن تكون بنفس الزخم الذي كان لها في السابق. شكرا لك دكتور علي العلاني خبير في شؤون الجماعات المتشددة، كنت معنا عبر الهاتف من تونس، شكرا جزيلا لك.